هو راح تحت الشجر، وبعدين لقى تفاحة نزل عليه كده، فهو اكتشف الجاذبية. عشان كده لما لقى التفاحة نزلت كده مرة واحدة، فهو كده اكتشف الجاذبية. التفاحة نزلت عليه كده بقى اكتشف، مش عارف عمل ايه، بس هو كده اكتشف الجاذبية. مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ هو صح. صاحبك شكله بيتكسف. ايوه طلع يجري كده. تعال احكي لنا القصة، صاحبك مش عارف. الراجل ده كان قاعد تحت الشجرة، ده يعني ده لو مكانه كان هياكلها على طول. يا جماعة انت معانا؟ ماشي تعالى هنا، اقف ادي وشك للكاميرا زي ما صاحبك واقف. كمل. ده لو مكانه كان هياكل التفاح. هتاكل التفاح؟ لا ما بحبش التفاح يا عم. لا بحبه. ده بحبه. كان هياكلها، فايه هو مش اكل التفاح، فقال ليه التفاحة وقعت على راسي وكده. عشان كده بقى واكتشف هو هنا اكتشف قانون الجاذبيه. حصل. عارف ايه هو قانون الجاذبيه؟ الهول. الكلام ده كنا بناخده في تانية اعدادي، بس دلوقتي احنا مش فاكرينه. احكي سنه كام؟ انا لسه اكلت امبارح اصلا. سنه كام؟ تانية ثانوي. ما انت بتاخدوا الحاجات ثانوي بس مش تانية ثانوي. انا لسه اتغديت امبارح اصلا. هفتكر قانون الجاذبيه؟ انا صاحبك بيقول لي تانية ثانوي بس مش تانية ثانوي. يعني ايه؟ يعني انا في ثالثه اعدادي اصلا، انا رايح على ثانوي بالبركه كده. ثانيه ثانوي بس هو مش ثانيه ثانوي. ازاي يعني؟ طول يعني؟ ما انت طول. ده بقى في كابيتال. مش فاكر الباقي. انت غشيته كده؟ ايه؟ غشيت بسرعه. غشيته؟ لا ما غشيتوش والله. يا اسطى ايه كان الجاذبيه؟ المفروض انطرد. ام كابيتال مش فاكر الباقي. هو فين؟ مين اللي اكتشف الجاذبيه؟ نيوتن. شافها ازاي؟ ما اللي هو لسه قايل. ما احنا قلنا الصح. تعالى بس قول لي اكتشفها ازاي؟ ما ده لسه قايل اهو. انا عايز اسمعها منك. ايوه يعني خليك زي كده بسرعه. يلا ما علمك. مش محتاجك تسوق. علمنا انت مكسوف. علمنا. انا قلت هو لا احنا عارفين انتوا صح. ايوه.